بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الجزء اللي هنستكمل فيه كيفية التحليل الإحصائي للتصميمات التجريبية اللي هو تصميم القياس القبلي والقياس البعدي مع وجود مجموعة تجريبية ومجموعة طبق. شفنا في الفيديو السابق الجين سكور، ودلوقتي النهاردة هنشوف الطريقة التانية وهي شبيهة في المنطق للجين سكور لكن بطريقة تحليل إحصائي مختلفة، لا تعتمد على قيمة تي تيست للجين سكور ولكن بتعتمد على تحليل. هنشوف الكلام ده طريقتنا اسمها ايه، ديفرنس ان ديفرنس او الفروق داخل الفروق. برضه هنفهم المسمى ده جه ازاي من خلال العرض الطريق. معاكم استاذ دكتور محمد حبشي، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي كليه التربيه جامعه الاسكندريه. تعالى كده بسرعه افكر حضراتكم بالفيديو السابق، كنا احنا اتكلمنا على فكره الجين سكور وكيف ان الجين سكور بيخلص لنا او بيراعي الفروق التي كانت موجوده بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضبطة في القياس القبلي. عشان كده احنا قلنا في هذا الجزء ان احنا في هذا الجزء احنا عندنا في فرق، هذا الفرق دال احصائيا او غير دال احصائيا، مش هذه القضية. القضية ان هناك فرق وان هذا الفرق يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند التحدث على اثر المعالجة التجريبية، وان هذا الاثر لا يمكن او ليس من المنطق ان يكون كل هذه المسافة تمام كما هو الحال في الدراسات التقليدية، ولكن المنطق بيقول إنه هو بيكون هذه المسافة اللي بيمثلها السهم الأسود. طيب يبقى دي الفكرة، وشفنا إن الطريقة الأولانية اعتمدت على فكرة الجين سكور اللي هي الفرق بين القياس البعدي والقياس القبلي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضبطة، ثم اختبر هذا الفرق وشفنا إزاي نعمل الكلام ده. طريقتنا الثانية أولا جت منين التسمية difference in difference أو فروق داخل الفروق؟ من خلال الفرد اللي احنا بنحاول نختبره، هذا الفرد اللي بيتكلم على أنه بيقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية. طبعا أول كلمة بلتنا كلمة فروق اهي، توجد فروق ذات دلالة إحصائية تمام بين متوسطي الفرق بين درجتي القياس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضبطة. إذن برضو كلمة الفرق ظهرت مره ثانيه تمام، عشان كده جت كلمه ديفرنس ان ديفرنس او الفروق داخل الفروق. برضه هيتضح لو انتوا حضراتكم لاحظتم ان الفرق الناتج عن القياس التجريبي وفقا برضه للرسمه اللي احنا كنا بنتكلم عنها هو عباره عن الفرق اللي هو الكبير ده، هو عباره عن ايه في الحقيقه؟ السهم الاسود، هو عباره عن الفرق الكبير مطروح منه هذا الفرق الصغير. إذن هو فعلا الفرق داخل الفرق او الفروق داخل. الطريقه الثانيه بتاعتنا اللي تعتمد على ان احنا نحسب الفرق بين القياس القبلي والقياس البعدي ومن ثم نتعامل مع تي تيست، لا بتعتمد على تحليل الانحدار، واحنا شفنا ده الفرق بتاعنا. المعادله الانحداريه بشكلها عامل ازاي؟ المعادله الانحداريه هي عباره عن واي، هنا واي دي بتمثل المتغير التابع بتاعي اللي انا اشوف اللي هو يعتبر المتغير بلغه الدراسات التجريبيه، المتغير التابع في هذه الدراسه. عندي متغيرين موجودين في دراستي جي، ودي ترمز الى المجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه، ده الجروب، بحيث لما يبقى بصفر هذا المتغير مهم جدا انه يبقى ام، عشان كده دي بيسموهم انديكيتورز مؤشرات على المجموعه. وفي متغير ثاني اللي هو تي ذا تايم مؤشر على الوقت، بحيث ان هذا المؤشر لو كان بصفر فمعناه ان انا بتكلم على المجموعه الضابطه، لو كان بواحد فده معناه بتكلم على المجموعه التجريبيه. طب وتي برضو ده بياخد يا اما صفر وواحد، بحيث لو كان صفر يبقى بتكلم على القياس القبلي وواحد يبقى معناه القياس البعدي. بالاضافه الى مؤشر اخر وهو التفاعل بين المجموعه والوقت. تفاعل بين المجموعه والوقت. هنثبت بشكل سريع ان تاثير المعالجه بيتحدد من خلال هذا البارامترز اللي هو البي 3، وان البي 3 ده هو فعلا الفرق داخل الفرق. يبقى احنا كده بشكل سريع هنوضح ان البي 3 ديت هي عباره عن فعلا الفرق داخل الفرق، وهي بتعبر عن تاثير المعالجه، ليست بي 0 ولا بي 1 ولا بي 2 لكن بي 3. طب امال بي 0 وبي 1 وبي 2؟ طبعا دولت حاجات مهمه هنوضحها حالا دلوقتي، ثم هنوضح برضو ان بي 1 ده ممكن يختبر حاجه وبي 2 ده ممكن يختبر حاجه ثانيه. طيب نرجع مره ثانيه للشكل المعادله وايه معنى الرموز. زي ما انا قلت ان بي 0 ده هو ده يعتبر الثابت، وهنفهم معنى ايه اللي بنسميه انترسبت، لكن انا يهمني ان احنا دلوقتي عرفنا
ان جي ده بيرمز الى المجموعه الضابطه، وفي الحاله دي لازم تبقى بصفر، والمجموعه التجريبيه تبقى واحد. يعني لو عملت واحد واثنين لا مش هينفع، لان يعني ده مش هيعتبر انديكيتورز كده، وممكن يلخبط لي التفسير وهيلخبطنا احنا نقول ده كله. طب لو المجموعه التي ده بيرمز الى القياسين القبلي، والقبلي معناه بصفر والبعدي معناه بواحد، وجي ستار تي او الجي استريك تي ده معناه التفاعل بين المتغيران المجموعه، متغير المجموعه اللي هو جي ومتغير الوقت القياسي اللي هو تي. لازم الحته دي تبقى واضحه في ذهننا كويس جدا، حكايه الصفر للمجموعه الضابطه والواحد للمجموعه التجريبيه، الصفر للقبلي وواحد للبعدي، لان ده هياثر في هيخليني يساعدني في تفسير هذه الرموز اللي قدام حضراتكم. طيب تعال نشوف الكلام ده هو مع بعض المعادله بشكل الجدول اللي قدامنا ده عشان نوضح الرموز اللي قدامنا. اول حاجه حضراتكم شايفينها ان انا ممكن يكون عندي عمود بيمثل القبلي والبعدي، طبعا في كلمه الفرق موجوده، وفي عمود تاني بيمثل المجموعه التجريبيه والمجموعه الايه والمجموعه الضابطه. لو كان عندي، لو انا خدت اتكلمت على الخليه دي، دي معناها ايه؟ معناها القياس القبلي، واحنا قلنا القياس القبلي بصفر، والمجموعه الضابطه وده معناها ان الجروب بصفر. يبقى لو قلت القياس القبلي يعني تي بصفر، وقلت مجموعه ضابطه يبقى جي بصفر. طب لو كانت تي بصفر يبقى بي 2 دي هتروح، ولو كانت جي بصفر بي 1 دي هتروح، ولو كانت واحده من الاثنين دول، طبعا هما الاثنين المره دي بصفر، كان واحدة من الاثنين دول بصفر يبقى إذا بي 3 هتروح. إيه اللي هيتفضل لنا من المعادلة دي كلها؟ اللي هيتفضل لنا من المعادلة دي كلها هو بي 0. يبقى الصفر ده معناه إيه؟ ده معناه ببساطة متوسط درجات المجموعة الضابطة على القياس القبلي. خلي بالك من الكلام ده لأن هتشوفه عملي لما أجي نطبق على مثال. ده بي 0 ده معناها اللي هو الانترسبت بلغة الريجريشن. بلغتنا احنا هنا في هذا الموقف التجريبي والضابط البي صفر دي تعني متوسط درجات المجموعه الضابطه على القياس القبلي. طب نيجي للنقطه رقم 2 او الشكل رقم 2 ده هو الخانه دي معناها ايه؟ احنا ما زلنا في القياس القبلي يعني تي بصفر، لكن التجريبيه اصبحت بواحد، لان احنا قلنا ارجع للشريحه اللي فاتت التجريبيه بواحد، وده كده معناه ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناها ان احنا نشيل تي ونحط مكانها صفر، ونشيل جي ونحط مكانها واحد. طب لو عملنا كده تي بصفر يبقى الجزء ده هيروح، تي بصفر يبقى برضو الجزء اللي في الناحيه الثانيه ده مرة تانية. إذا إحنا رجعنا مرة تانية نهوة في الجزء اللي إحنا بنتكلم فيه ده، الجزء اللي بنتكلم فيه، إذا كانت بي صفر، بي صفر إذا كانت القياس القبلي يبقى تي بصفر، وإذا كانت المجموعة التجريبية يبقى جي بواحد. في ضوء الكلام ده هو، في ضوء الكلام ده إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الآتي، يبقى التي دي هتروح أو بي 2 ودي هتروح لأن تي هنا بصفر، صح كده؟ هيتبقى لنا إيه؟ هيتبقى لنا بي واحد زائد بي صفر، ودي اللي موجوده هنا بي واحد وبي صفر، تمام؟ بي واحد وبي صفر. طب لو انا طرحت، لو طرحت ده من ده بي صفر اطرحها من بي صفر زائد بي واحد اطلع لي بي واحد. طب وبي واحد دي معناها ايه بقى؟ بي واحد ده معناها الفرق بين المجموعه الضابطه والمجموعه التجريبيه على القياس القبلي. بخلي بالك احنا عرفنا بي صفر معناها ايه؟ معناها ده متوسط، ده متوسط المجموعه الضابطه على القياس القبلي. أمال بي واحد ده الفرق بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة على القياس القبلي. يبقى لو طلع بي واحد ده بدال، يبقى على طول أستنتج إن في فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس القبلي. طب طلع غير دال، يبقى لا يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس القبلي. تمام؟ طيب تعال نكمل بعد كده ونروح نشيل ده بس الأول. تعالى ننتقل بعد كده ننزل للخلية اللي بعد كده، الخلية أنه خلية ديت دي فيها المجموعة الضابطة، احنا مشينا كده دي المجموعة الضابطة مش كده صح؟ مشينا كده ادي مجموعة ضابطة ومجموعة هنا ده قياس قبلي، قياس بعدي آسف، قياس المجموعة الضابطة يبقى جيب صفر، يبقى ده هيروح
وده برضو هيروح، ما احنا اتفقنا ان ده طالما انه هو واحدة منهم بصفر هيروح، هيتبقى ليا ايه؟ هيتبقى ليا بي صفر زائد بي اتنين، بي صفر زائد بي اتنين، ده احنا كتبناه هنا. طب جميل جدا، نرجع نشيل ده كله، يبقى بي صفر وبي اتنين اهو كتبناهم في هذا الجزء، في هذا المربع اللي قدام حضراتكم ده. طب لو جينا بقى جبنا الفرق، يعني طرحنا ده من ده، بي اتنين هتعني ايه؟ احنا عندنا بي واحد وعرفناها، بي اتنين ده هيعني الفرق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. يبقى إذا كانت بي اتنين طلعت دالة، يبقى معناها يوجد فرق زاد دلالة إحصائية بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الايه؟ للمجموعة الضابطة. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ثلاث معلومات في غاية الأهمية. بي صفر في المعادلة الانحدارية تعني متوسط المجموعة الضابطة على القياس القبلي. طب وإذا طلع دال ده معني ايه؟ إذا طلعت هذه القيمة دالة ده معناه ايه؟ ده معناه ببساطة إن متوسط المجموعة الضابطة يختلف عن الصفر، وده حاجة مش جوهرية. يعني ايه متوسط المجموعة الضابطة على القياس القبلي يختلف عن الصفر؟ بس كان ليه معنى، يبقى ده معنى السؤال ده. لكن بي واحد معناه ايه؟ ده معناها الفرق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على القياس القبلي، اللي احنا بنسميه في الطريقة التقليدية التكافؤ. طبعا لو طلع بي واحد ده دال، يبقى معناها يوجد فرق زي دلالة إحصائية بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على القياس القبلي. طبعا بي واحد دي تطلع بسالب، ده معناه بقى ان متوسط القياس القبلي المجموعه التجريبيه كانت اقل من المجموعه الضابطه. طب وبي اتنين؟ بي اتنين اهو لو انت معايا، ده يعتبر الفرق بين القياس القبلي او القياس البعدي والقياس القبلي للمجموعه الضابطه. طب لو طلع دال، ده معناه ان عدم، يعني من غير المعالجه بتاعتك في اثر، من غير المعالجه بتاعتك في اثر. طب امال ده جه ازاي؟ ببساطة برضو انت متابع معايا، لو انت متابع معايا تاخد بالك ان ده عبارة عن المجموعة التجريبية والمقياس البعدي، يعني كل ده بواحد، يعني جي بواحد وتي بواحد، طبعا واحد في واحد بواحد، اذا بي ده معناه بي صفر زائد بي واحد زائد بي اتنين زائد بي تلاتة، بي صفر زائد بي واحد زائد بي اتنين زائد بي تلاتة. طيب في امر بقى مهم جدا، لو انا اخدت الفرق بين ده وده، عشان كده جت كلمه ديفرنس ان ديفرنس اللي احنا قلنا برضو عليها، لو انا اخدت الفرق بين ده وده، اطرح ده من ده، بي 2 موجوده اهي وبي 2 موجوده اهي، هتروح هيتفضل لك بي 3، بي 3 ولو اخدتها من حته ان جبت برضه هنا، اطرح ده من ده، خلي بالك ده فرق، يبقى الفرق في الفرق، لو طرحت الاثنين دول من بعض بي 1 متكرره هتفضل لك بي 3، يبقى سواء مشيت كده او مشيت كده هتيجي بي 3. بي 3 دي بتعني ايه؟ ما هو ده الفرق في الفرق، هو ده اللي بنسميه تاثير المعالجه. يبقى بي 1 تاثير الفرق بين المجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه في القياس القبلي، بي 2 ده الفرق بين القبلي والبعدي للمجموعه الضابطه، بي 3 ده تاثير المعالجه، وهذا هو الفرق في المعالجة. في امر طبعا مهم جدا، واحد يقول لي طيب لو طرحت لما طرحت دولت من دولت طلعت لي القيمتين دول، خليني اشيل ده كده عشان برضو حته ايه، انا هاجلها الحته الثانيه دي، حته اكذوبه التفاعل الداخلي ولا الفعاليه الداخليه والفعاليه الخارجيه. لاحظ هنا ان لما بقارن المجموعه التجريبيه بين في القبلي والبعدي، القبلي والبعدي، الفرق بين القبلي والبعدي للمجموعه التجريبيه حاجتين مش حاجه واحده، وهنشوفهم على الرسمه وهنشوفهم. طبعا ايه الحاجتين دول؟ جزء منهم تاثير المعالجه زائد الفرق بين القبلي والبعدي للمجموعه الضابطه. طب لو جبت الفرق برضو، خليني كده في بين في الجزء ده كده، لو مشيت كده جبت ايه؟ الفرق بين الضابطه والتجريبيه في البعدي فقط، زي ما بيحصل في معظم البحوث وزي ما هنشوف مثال حالا دلوقتي. فبتطلع لي الفرق اهو، الفرق ده عباره عن ايه؟ برضه عباره عن حاجتين، تاثير المعالجه زائد تاثير بي واحد، بي واحد ده عباره عن ايه؟ اللي هو الفرق بين التجريبيه والضابطه في القبلي. خلي بالك من الكلام ده في غايه الاهميه. اذا لو انا قلت انا حامل في البحث بتاعي اللي ايه؟ ان انا اجيب الفرق بين التجريبيه والضابطه في القياس البعدي، خلي بالك ان ده عباره عن حاجتين، عباره عن تاثير المعالجه زائد تاثير حاجه تانية انا فهمتها لك دلوقتي وقلت لك هي عباره عن الفرق بين الضابطه والتجريبيه في القبلي، اللي هي هتوضح لك قوي في الرسمه كمان، يعني اقل من دقيقه هنوضحها لك. ولو مشينا الناحيه التانية برضه نفس الوضع،
هنبص نلاقي ان هذا المكلف، وانا حبيت اقارن بين القبل والبعد فقط للمجموعه التجريبيه، تعرف ان هذا الفرق هو حاجتين، المعالجه زائد بي 2. وما معنى بي 2؟ بي 2 ده معناها زائد الفرق بين القبل والبعد للمجموعه الضابطه. اذا ما فيش حد فيهم بيديك تاثير المعالجه خالصه نقيه كما يدعي البعض، بيقول لك فعاليه داخليه وفعاليه خارجيه. لان الفعاليه الداخليه من وجهه نظرهم هي ايه؟ ان انا اقارن القبل والبعد بالمجموعه للمجموعه التجريبيه، دي داخليه، داخلها هي داخل نفسها. دي مش تاثير المعالجه، ده تاثير المعالجه زائد حاجه ثانيه اسمها بي 2 يا سيدي الفاضل، وهي عباره عن الفرق بين القبل والبعد للمجموعه الضابطه. واحد تاني، في كمان حاجه اسمها فعاليه خارجيه، ان انا اكون اقارن المجموعه الضابطه بالمجموعه التجريبيه على القياس البعدي. هذا ايضا ياتي من حاجتين، عباره عن معالجه زائد تاثير بي 1، وما تاثير بي 1 هو عباره عن الفرق بين القبل والبعدي، في الفرق بين المجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه على القياس القبلي. اذا مش حاجه اسمها فعاليه داخليه، لان لا تعطيك شيء، تعطيك تاثير معالجه ملوث، ولا حاجه اسمها فعاليه خارجيه، لان برضه بتديك تاثير معالجه ملوث. امال ايه اللي بيديك تاثير معالجه صحيحه؟ هو البي 3 دي. طب واجيبها ازاي؟ هي دي الفرق في الفرق، وهي دي تاثير هذا التفاعل اللي احنا قلنا لحضرتك عليه، اللي هو القيمه دي واللي هنديها. بس المهم انك انت تعبر عن، حولي الداتا بتاعتك الى جزئين، جزء بيعبر عن حاجه اسمها جي، وهي تاثير وهو المجموعه، الانتماء للمجموعه، وده سميته الانديكيتورز، لان الجي ده المتغير ده لو كان بصفر دي معناه مجموعه ضابطه، لو كان بواحد دي مجموعه تجريبيه، وتي تي برضه تي ده انديكيتورز مؤشر على وقت القياس، اذا كان بصفر يبقى قبلي، اذا كان بواحد يبقى بعدي. لو فهمت الكلمتين دولت هتقدر تفهم معايا الجزء الصغير اللي فاضل، اللي هو بنقول فيه ايه؟ بنقول فيه يا جماعه في حاجه اسمها اكذوبه الفاعليه الداخليه والفاعليه الخارجيه. مفيش حاجه اسمها ان انا اقارن المجموعه التجريبيه بالمجموعه الضابطه على البعدي واقول ان ده، لا خلي بالك ده حاجه زائد حاجه ثانيه نشوفها حالا دلوقتي، وانا قلتها في الشرح اللي فات. ولا ينفع اقارن القبلي بالبعدي بالمجموعه التجريبيه واقول اسمه فاعليه داخليه، لان ده لا يجيب لي تاثير المعالجه، ده يجيب لي تاثير معالجه زي جزء ملوث. ايه فائده التلوث دوت اللي انا احطه في شغلي وانا مش هيفيدني باي حاجه، لا يجيبني على اي حاجه. تمام. وبالتالي لو احنا بقى مشينا الكلام ده، ده الجدول اللي فات، انا كل اللي هعمله قلت ان البي صفر ده متوسط المجموعه الضابطه على القياس القبلي، بي واحد، بي واحد ده الفرق بين القياس بين الضابطه والتجريبيه على القياس القبلي، الحته اللي هي الصغيره دي، خليني كده اصغر لك بي واحد، تظهر فين؟ اهي بي واحد، اهي بي واحد، اهي الفرق بين التجريبيه والضابطه على القياس القبلي. طيب بي 2، ما احنا قلنا بي 2 الفرق بين القبلي والبعد للمجموعه الضابطه، يعني في الجزء اللي هنا ده عملت كده، خليني ادي بي 2، خليني بس بي 3 لان اجلها شويه، معلش بي 3 2 اهي. طب بي 3 اللي هي تقسيم ايه؟ تعبر عن الجزء الايه؟ اللي هي لو انت حطيت لاترك، لما تيجي تشوف المثال التطبيقي اللي انا هوريه لك هتلاقي ان بي 3 دي هي تساوي متوسط الجين سكور، نفسها هي المتوسط لكن طريقه حساب مختلفه ودلاله احصائيه مختلفه، لا يعطوا الاثنين نفس النتيجه، ما بيعطوش نفس القيمه. تمام. يبقى احنا كده فهمنا فين البي 3. البي 3 تعبر عن السهم الاسود ده. يبقى انت تيجي تقول لي بقى الفرق بين القبلي بين التجريبيه والضبط على البعدي، اقول لك التجريبيه والضبط على البعدي يا سيدي الفاضل، لو انت جبتها يبقى عباره عن الكميتين دولت بي 3 زائد بي 2 اللي هي دي. طب تقول لي القبلي والبعدي، قبلي والبعدي، خلي بالك بس خلينا اصلح الحته دي. يبقى اذا الفرق بين القبلي والبعدي في المجموعه اللي هو القبلي والبعدي عباره عن بي 2 زائد بي 3. طب لو جينا الفرق بين التجريبيه والضبطه على البعدي تعتبر بي 3 زائد بي 1، يعني تاخد الجزء ده كده، تاخد الجزء ده كده، توصل لغايه هنا ده، لان الجزء اللي فاضل ده اللي ما كملوش هو ده يعتبر بي 1. يبقى بي 3 هي بي 3 كقيمه تساوي الجين سكول، لكن كاسلوب احصائي او كدلاله هتطلع مختلفه، وده اللي هوريه لحضراتكم مره ثانيه. مره ثانيه فهمنا ان انا من خلال المعادله ديت، المعادله اللي هي الخاصه بي دلاله او الديفرنس ان ديفرنس داخل الفروق، انا بختبر ثلاث اختبارات احصائيه. بي 1 ديت، بي 1 دي بتجيب لي الفرق بين التجريبيه والضبط على القياس القبلي. بي 2 بتجيب لي الفرق بين القبل والبعد للمجموعه الضابطه. لكن بي 3 بتجيب لي تاثير المعالجه. يبقى اذا كيف انشئ هذه المعادله وكيف اعملها برنامج الاس بي اس اس؟ ده هنخليه ان شاء الله في فيديو اخر،
علشان خاطر الفيديو التاني هيبقى فيه كلام كتير جدا تطبيقي وعملي وحاجات زي زي، لكن هنقف لغايه هنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، علشان خاطر ريت الفيديو نفرج اكتر من مره، عشان لما نخش على الجزء التطبيقي ما نقعدش مره تانيه هي بي واحد دي معناها ايه، هي بي اتنين دي معناها ايه، طب وهي وليه بنعملها صفر وواحد، وليه حولنا، وازاي احول الداتا بتاعتي بحيث يبقى بدل يبقى مجموعه تجريبيه تبقى صفر وواحد، وازاي احول البري والبوست اللي هو القبل والبعد يبقى متغير انديكيتور بصفر وواحد، وده هنشوف فيديو اخر يعني، عشان برضو ما نطولش الفيديو ده. وانا مهم اهم جدا جدا عندي ان حضراتكم تشوفوا الفيديو ده اكتر من مره قبل ما نشوف التطبيق العملي على برنامج الاس بي اس اس. اشوفكم في التدريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش برضو ان انا يهمني جدا جدا التعليقات اللي حضراتكم بتكتبوها، لانها زي ما قلت انها بتبقى مفيده جدا ليا بالنسبه لي. واتمنى لكم السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.